السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا واحد البلاطو ديال الحلوى من حويجات البساط، وممكن يكونوا عندك غير في الدار وممكن انك تعمليهم، ماشي بالضروره غيكونوا خاصين ديال البلاطويات. المهم بالنسبه لهاد البلاطو انا غادي نحتاج هاد الوانت هادي اللي فيها بحال شكل ديال الحجر. هادي راه كتبع حنايا، هنايا ممكن ناخذوها من مايكرويف، بعض المرات كتكون حتى الداراتري كتكون صغيره، ومايكرو اصلا كيدير بعض المرات كيديروا ديك 40% كناقصه، يعني كتقام عليك شويه رخيصه. هذا سيبور ديال الشمع، تيتباع اصلا كيتباع على حسب انه كيديروا فوق منه الشمع. نتوما هذا عندنا تمثيل ديال الحلوه بيد عادي، ممكن تاخدي غير مرايه، الا كانت عندك غير مرايه دايره او مرايه كاريه ممكن تخدمي بها. انا خدمت غير بتمثيل عادي، بغيت باش يكون ملاصق مع السيبور ديالو. فوالا عندي هادو ديال اللصقه ديال البيستولي، غنحتاج هاد اللصقه ديال اي 6000، هادي مزيانه على حساب باش تتلصق لي الزاج مع الزاج، يعني شويه صحيحه. هادي عندنا هاد الحجر، عندنا بيستولي بطبيعه الحال، ونقصي العمين باش نقطع ان شاء الله. هذا غادي نبداو على بركة يدنا، ناخدو هذا هو اللول، نحاولو نلصقو فيه السيبور ديالو. ناخدو هاد اللصقة هادي زوينة، هادي كتلصق مزيان وكتنفع بالنسبة للحوايج هكايا، الحوايج لي تقالي تتبغيهم يبقاو شادين مزيان. نحاولوا نديروها في النص، تجي في النص ديال البلاطو. صافي، وغادي نخلوها واحد شويه حتى تجد فيها اللصقه. دابا غادي ندوزو للسنتة ديال الجناب، غادي ناخدو هاد البنده هادي، غادي نعبرو أولا القياس اللي غادي يكفينا الدورة كاملة، ونجيب العبر من هنا باش نعرف القياس ديالي. غادي تخصني متر وربعة سنتيم. أنا زيد شويه ربما باش الا كنت غلطه شويه فحسن ما يبقاليش مشكل. هادي ما بغيتهاش انا، غادي ما بغيتش تجيني طويله بزاف، غادي ندير غير النص ديالها، باش الا جات طويله غتجي حتى لتحت. ما يخفى شويه، غادي ندير غير النص ديالها هو اللي غادي نقسم على جوج،
دابا هذه البلدة اللي غنخدم بها دابا ان شاء الله. تطلع عندي جوج ديال الكوكان، بعض المرات يوقف لي واحد ما يخدمش ولا شي حاجه، تنحط عندي واحد سكوك ومصا باش ما نطرش يعني وسط الخدمه نكمل. غادي ناخذ البنطه ديالنا اللي قطعنا ولا ما سخلينا نيت هذا الرسقه، غادي نبداو دابا نلصقوا عليها في الجنين. هاد البلاصة الجديدة غادي نقطعها، لأن قلت لكم قبيله زدت شويه بلعبار، أنا من الأحسن أنه يكون زيت على أنه يكون ناقص، من تيكون زيت ممكن تصلحو، إلا كان ناقص تيبان العيب ديالو. نحاولو نلصقو هذا الفرق، نلصقو مع بعضياتو حتى باش تبان بأنها غير بياسة وحدة. ما يدشتو حاولت نلصقها مع بعضياتها هنايا، اوبس هذا باقي ما شدش عليا لان باقي غادي نخلي مازال يشد. فوالا حنا كملنا المرحله الاولى ديال سميتو. دابا غادي ندوزو لهاد الحجيرات هادو، بالنسبة لهاد الحجيرات هادو غادي نحاول نستفهم في الجناب ديال التبصيل، نتوما غتشوفو معايا الديكو ديالو. صافي هاني كملت دابا كاع الحجم ديالي، ها البلاطو ديالي كمل دابا، هي حاجة بسيطة، مكونات بسيط وكتحط العشا راقية ان شاء الله. كنتمنى البروجي ديالو يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.